احتضن الدار الثقافة مولود قاسم نايت بالقاسم ليتي سمسيلد الاحتفالات الرسمية ليناير تحت إشراف السلطات الولائية، وتميز الاحتفال بإقامة معارض تراثية والصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية والأزياء التقليدية، كما أقيم حفل غنائي تراثي وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة أحسن طبق تقليدي ومسابقات يناير. قزوز حياة. أجواء احتفالية رائعة وتظاهرت المميزة احتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة بعاصمة لوانشيريس. جمهور استمتع بكل ما هو جميل من صناعات وتحف تقليدية ومأكولات تطبع مختلف جهات الوطن. تعددت أنماط الاحتفال والهدف واحد. الطعام بالدجاج ومخلط ونلبسوا لباس تقليدي. والعام وانتم بخير. اليوم شاركنا بمعرضين، معرض تقليدي للعرب ومعرض امازيغي فيه مختلف الاواني النحاسيه. اليوم كانت لنا امسيه بخصوص يناير لاحسن طبق تقليدي. كان للجمعيه حظ بان تكون بالتنسيق مع مدير دار الثقافه. كانت هناك أطباق متنوعة ومختلفة، كمثلا كالبردود، كالكسكس، كالشخشوخة. اللي سمحتنا أن نعرفوا بتقاليد ولاية تيزمسيلت، سمحتنا أيضا أن تلاقينا بجمعيات حرفيات تتعرف طبعا بالتقليدي، رغم أننا في ولاية واحدة لكن نختلف اختلاف طبعا خفيف في الأكل أو في اللبس. كانت جمعية خلود لصناعة الحلويات والتقليدية بمشاركة حرفيات يميزوا المنطقة وبعض الجمعيات في المسابقة الخاصة بيناير الخاصة بالأكلات الشعبية التقليدية. مرحبا يسوان كيدو سمر ذاكي يناير مرفوحة سقسم قازي تزايرين مرة. احتفال برأس السنة الأمازيغية لسنة 2022 كان هذا برعاية السيد رئيس الجمهورية وبإشراف السيد والي ولاية تسمسيل. قطاع الثقافة والفنون لولاية تسمسيل سطر برنامج متنوع بين المعارض المتنوعة في الحرفيين والجمعيات الثقافية المحلية من لباس تقليدي وأكلات شعبية، حلويات تقليدية، صناعة الفضة ومختلف التخصصات الأخرى. حفل فني تراثي، مجموعة من الفنانين على هامش هذا الحفل التراثي، كان فيه توزيع جوائز على المتسابقين بمسابقة الولاية لأحسن طبق تقليدي، واختتم هذا الحفل التراثي الأمازيغي بتوزيع بطاقة الفنان من طرف السيد والي الولاية. عيد رأس السنة الأمازيغية يناير بعاصمة لوانشيريس التي خصصت للبراعم والأطفال من أجل غرس قيم الهوية الوطنية وعمق التراث الغير المادي في نفوس الأطفال منذ الصغر.